السلام عليكم. رح نحكي اليوم عن الالكتريك بوتنشال والبوتنشال انرجي due to point charge. لو كان في عندي point charge Q زي ما هو موضح بالشكل، وبدي احسب الالكتريك بوتنشال difference بين النقطتين E و B. بنعرف انه V delta V في B minus BA equal minus تكامل من A ل B ل الالكتريك فيلد دوت ds. لو شفنا هون بالرسمة لو بدي أرسم المسار اللي راح تحرك بي من المسار من A ل B، هون هتكون عندي هاي DS وهاي R متجه من Q للنقطة اللي بالمسار. بعرف إنه A هي E dot DS، و E المجال الناتج عن شحنة نقطية بيساوي KQ over R تربيع بمتجه R، ومنزل الدوت دي اس. فصفى عندي E دوت دي اس equal K Q over R تربيع R دوت دي اس، وبنعرف انه ال R دوت دي اس هي R دي اس كوساين تيتا، بما انه R قيمتها واحد حتصفي هاي دي اس كوساين تيتا، وبنعرف برضو انه دي اس كوساين تيتا هي نفسها دي R. فصفت عندي التكامل الفرق الجهد بين B و A، هي التكامل من A ل B ل dr k q dr over r تربيع. k q هم ثوابت فحيطلعوا من برا التكامل، dr over r تربيع هي نفسها minus r، فالماينس هتروح مع الماينس، حتصفي عندي k q over r b minus r a بهذا الشكل. إذن الالكتريك بوتنشال ديو تو ا بوينت شارج بيساوي كي كيو اوفر ار بي ماينس ار اي، اذا كان بدي فرق الجهد بين بي و اي. ولو افترضنا انه اي بالانفينيتي، فحتكون ار اي 1 اوفر انفينيتي يعني 0، يعني الالكتريك بوتنشال عند نقطه ديو تو ا بوينت شارج حتصفي عندي، حيروح هذا التيرم فحتصفي عندي في عند بي ايكوال كي كيو over R من الشحنة لا B. لو شفنا هون بهذا الشكل، فلو كان عندي مجموعة من الشحنات بعوض وبدي أوجد الإلكتريك بوتنشال عند نقطة حولهم شحنات نقطية، فرح أحكي إنه K في سيجما لكي آي over R I لكل هاي الشحنات. وبدنا ننتبه انه هون بدنا نعوض كيو بي، اشارتها موجب بتعوض موجب، والسالب بتعوض سالب. لو شفنا هون هذا الاكزامبل بحكي لي الكتريك دايبول بتكون من كيو وماينس كيو موجودات على طرفي الاوريجن بمسافه ثابته بمسافه مقدارها A للاثنين، بدي الالكتريك بوتنشال عند النقطه B. لو بدي الالكتريك بوتنشال فحيكون V equal V dual plus plus V dual سالبة هي K Q هاي البلس over المسافة هي A تربيع plus Y تربيع تحت الجذر plus K في Q هي minus Q over برضو المسافة جذر A تربيع plus Y تربيع تحت الجذر، وهي المقدار كله بيساوي زيرو. إذا بالإلكتريك بالدايبول هتكون على طول الواي أكسس زي ما إحنا شايفين هون الإلكتريك بوتنشال إيكوال زيرو. لو بده الإلكتريك بوتنشال على مسافة مقدارها R من الإكس أكسس، فرح أحكي إنه إيكوال V ديول بلس بلس V ديول ماينس. V ديول بلس هي K في Q أوفر المسافة X بلس A minus k q اللي هي minus q over المسافة هي x، هاي كلها x minus a، فهيك بكون طلعت الالكتريك بوتنشال بالدايبول الالكتريك دايبول على الواي وعلى الاكس اكسس. لو شفنا لو بدنا نطلع البوتنشال انرجي due to point charge،
بحكي لي انه الـ potential energy او طاقة الوضع due to point charge بسيستم زي هيك مكون من شحنتين Q1 و Q2. الـ potential energy حتساوي عندي K Q1 في Q2 over R12 اللي هي المسافة بيناتهم. إذا K Q1 Q2 over المسافة بيناتهم. لو شفنا بدنا نشوف أمثلة على هاي الفكرة، على فكرة الـ potential energy. قبل هيك لو بدنا نعمم على سيستم، على سيستم طاقة الوضع بسيستم مكون من 3 شحنات مثلا، حنبلش K في نفتح قوس Q1 في Q2 over R12 plus Q1 في Q3 over R13 plus Q2 في Q3 over R23 وهكذا لكل الشحنات. إذا باخذ أزواج من الشحنات لحتى يخلصوا كل الشحنات اللي عندي، فهيك بكون طلعت طاقة الوضع بهذا السيستم. مش الفرق بطاقة الوضع، طاقة الوضع بهاي الحالة، يعني سيستم زي هيك موجود من 3 شحنات قديش في طاقة وضع مخزنة فيه، فبطلعها بهاي الطريقة. هون حكي لي في عندي هذول الشحنات بده الالكتريك بهذا الشكل موزعة، بده الالكتريك فيلد عند بي عشان اطلع، عفوا الالكتريك بوتنشال، فححكي في هي في 1 بلس في 2 لو هاي كانت Q1 وهاي كانت Q2 V1 K بفتح قوس Q1 هي ماينس 6 في 10 ماينس 6 over R12 إذا هاي 3 وهاي 4 فهي هتكون 5 متر الوتر بلس 2 مايكرو over over المسافة 4 متر فهي حتصفي عندي minus 6.29 في 10 to 3 F2 potential newton per column dot meter. ولو حكي لي بده change بالpotential energy of the system of 2 charge plus a third charge. إذا جبت third charge 3 micro column وحطيتها بي قديش الـ change بالـ potential energy. في عندي طريقتين، الطريقة الأولى سمبل، إحنا بنعرف إنه دلتا U change بالـ potential energy equal Q اللي بدي أحطها في دلتا V، Q دلتا V Q معي 3 مايكرو، ودلتا V طلعناها بالفرع اللي قبل شوي هي minus 6.29 في 10 قوة 3 وبتساوي شو ما كانت. إذا هاي الطريقة الأولى Q في دلتا V Q اللي بدي أجيبها مضروبة بدلتا V اللي عند هاي النقطة. إذا لو بدي أجيب شحنة من المال النهاية لنقطة معينة بشوف بض عشان أطلع الفرق بطاقة الوضع بالسيستم قبل وبعد إضافة هاي الشحنة، راح أضرب الشحنة مقدارها بدلتا V عند هاي النقطة. الطريقة الثانية بنعرف إنه دلتا U equal U final minus U initial. تمام، U final هي U بعد إضافة هاي الشحنة، طاقة الوضع المخزنة بالسيستم بعد إضافة هاي الشحنة هي K Q1 Q2 over R12 plus K Q2 Q3 over R23 plus K Q1 Q3 over R13. هاي بعد إضافتها، وقبل إضافتها بس كان في شحنتين R1 و R2 Q1 و Q2 عفوا، فحتصفي minus K Q1 Q2 over R12 هذا الترم مع هذا الترم، رح تصفي عندي هذول الترمز 2 فحيصفوا K حتطلع برا، Q3 برضو مشتركة، Q2 over R2 plus Q1 over R1. لو طلعنا على هذا الـ K مع الـ Q2 over R2 plus Q1 over R1 هي نفسها دلتا V قبل اللي حسبناها بالفرع الأول، فهي حتصفي Q3 بدلتا V نفس الطريقة الأولى، الطريقة اللي بتريحنا بنستخدم بهذا الشكل البسيط. لو نشوف مثال زي هيك، ها
حاكي لي تو تشارج كيو 1 وكيو 2 موجودين 25 سنتيمتر اباوت ابارت بده الورك ريكويرد تو برينج نجيب لحتى نجيب شحنة ثالثة واحطها 30 سنتيمتر اواي فروم ايتش تشارج الورك هو ما نزلته يو نعرف هذا الشيء الورك minus delta U وبتساوي minus delta U اللي هي نفسها Q في delta V وبتساوي الشحنة اللي بدي أجيبها minus 4 في 10 minus 6 أضرب دلتا في قبل دلتا في قبل هون هي K 9 في 10 قوة 9 في Q1 2 مايكرو على المسافة 3 بالعشرة متر بلس 3 مايكرو على 3 بالعشرة متر فهيك حتطلع عندي 60 جول. إذن الشحنة اللي بدي أجيبها في فرق الجهد فرق الجهد قبل إضافتها عند هاي النقطة فسيمبلي حتعطيني الفرق بطاقة الوضع أو نرجع U final minus U initial U بعد إضافتها U بعد إضافتها هتدخل عندي ثلاث شحنات 1 و 2 و 3 بحساب طاقة الوضع و U initial هي بس 1 و 2 فبنحسبها زي ما حسبناها قبل شوي بنفس الطريقة. الآن لو بدي أحكي شوي عن obtaining electric field from electric potential نعرف إنه electric field potential equal minus تكامل E dot ds إذا كان في عندي dimension واحد فهتكون V هي Vx و E هي Ax Vx equal minus تكامل E dot dx فلو بدي هون E هاشتق الطرفين هون دي وهون دي باي دي اكس راح اشتق الطرفين هاي حتصفي مشتقة دي في باي دي اكس وهاي حتصفي اذا هون حتصفي عندي دي في باي دي اكس ايكوال ماينس اي دي في باي دي اكس ايكوال ماينس لو بدي E راح أشيل السالب هون إذا electric field equal minus dV by dx بحالة x لو كان مركب y حتكون dV by dy لو كانت على z axis حتكون dV by dz بنفس الطريقة. إذا لما أشتق الجهد الكهربائي حيعطيني المجال الكهربائي طبعا فحتصير صيغة القانون اللي راح نشتغل عليه بهاي الطريقة E على X والY والZ axis equal minus dV by dx يعني هون التكامل حيكون by dx يعني Y وZ حنعتبرهم ثوابت بس حكامل تكامل جزء بالنسبة للX هاي بتعطيني المركبة بالI مركبة بالJ dV by dy لX Y وZ بتعطيني بالJ يعني Y هون حتكون variable حشتق بالنسبة لها وX وZ حيكونوا ثوابت plus D by dZ ل V هون حتكون Z variable و X و Y هون عندي ثوابت فحتصفي عندي E فهون حقدر أطلع EX من electric potential لو نشوف هذا المثال حكي لي electric potential vector هيو electric potential sorry وبده مني الالكتريك فيلد على هاي البوينت فاحكي انه الالكتريك فيلد equal minus دي باي دي اكس من 5 لهاي 5 اكس minus 3 اكس تربيع بلس اكس تربيع واي سوري بلس 2 واي زي هاي بالاي حتعطيني بلس دي باي دي واي ل 5x minus 3x تربيع y plus 2yz بالj
و plus d by d z للخمسة x minus 3 x تربيع y plus 2 y z لا k. ولو بدي أشتقهم بدي أشتق بالنسبة ل x، يعني x هي variable والباقي كله متغيرات. هون خمسة minus 3 x تربيع، ال y هي constant حتصفي minus 6 x y و 2YZ كله constant فاشتقته 0 هاي بال I plus بدي بال J 5X هو constant بالنسبة لل J 3X تربيع Y حتصفي 3X تربيع plus 2Z هاي بال J plus ال K هاي كلها constant و 3X تربيع وهاي برضو كلها constant 2YZ حتى في 2Y بال Z بال K عفوا هون ماينس بندخل الماينس وهون برضو ماينس فهون حتى في عندي لو بدي أعوض النقطة 101 5 ماينس 6 ال Y 0 فحتى في ماينس 5I minus 3x تربيع plus 2z x1 minus 3 والz كم عندي minus 2 والz عندي هون 4z sorry 4z لنبلا 2z تربيع هون حتى في عندي minus 8 minus 8 plus 3 minus 5 حتصفي minus 5 والk الواي زير فهنا لا حتصفي بهذا الشكل هنا غلطانين بالإشارة minus 3x تربيع ناسين الماينس بس هيك إذا بسيمبلي بس بدي أنتبه على إشارة الماينس وإشارة الموجب وبشتق بشكل طبيعي نذكر إنه الاشتقاق هون جزئي d by dx معناته إنه x هي variable وباقي المتغيرات وباقي عفوا والباقي كله عندي constants d by dy معناته إنه y هي variable الوحيد والباقي كله constants و d by dz معناته إنه z هي المتغير الوحيد والباقي كله constants. السلام عليكم.